ليندا اهلا بيكي. اهلا بيكي. تعالوا بقى نروح لمين؟ لا ثانيه بس تقدري تترجمي كشكشه ما تعرضهاش؟ لا بس انا دايما بسمعها الجمله دي. طيب. بس ما اعرفش بعدها نعمل كونسلت ثلاثي ونفكر في ترجمتها. اتفضلي يا ليندا. بقى احوال المرور. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح لمراسلنا مينا مكرم في جولتنا المروريه الثانيه عشان نطمن منه على احوال شوارع القاهره الكبرى. صباح الخير عليك يا مينا مره ثانيه. صباح الخير يا ليندا مره جديده، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي صباح الخير يا مصر اللي انضموا لنا في برنامجنا النهارده على الهواء مباشره. لازلنا بنتابع مع حضراتكم الحاله المروريه، واحنا حاليا متواجدين في شارع الهرم، وللحقيقه بيشهد كثافه عاليه نقدر نقول بدانا نلاحظها مع مرورنا من بدايه شارع الهرم ولغايه منتصفه. خليني استعرض معاكي بشكل مباشر الحاله من خلال الكاميرا اللي هتبدا تظهر لينا تطورات الاوضاع على الارض. وزي ما حضراتكم ملاحظين في كثافه عاليه في منطقه شارع الهرم، تحديدا في الاتجاه اللي احنا متواجدين فيه. احنا خدنا نزله المريوطيه من الدائري ونزلنا بالقرب من المتحف المصري الكبير، ومن بعدها بدانا طريقنا في شارع الهرم، واللي لاحظنا انه في كثافه عاليه في مختلف اماكنه، تحديدا عند التقاطعات المروريه اللي فيها بعض الاشارات اللي بيتقاطع عندها او بتتقاطع مع شارع الهرم بامتداده. يمكن ملاحظين انه في سيوله افضل في الاتجاه اللي جاي من ميدان الجيزه اكتر من الاتجاه المتجه ناحيه ميدان الجيزه اللي احنا حاليا بنسلكه، ويمكن ده متوقع لانه طبعا شارع الهرم في عدد من المعاهد التعليميه الموجوده في امتداده. زي ما ذكرنا انه الى حد ما النهارده ممكن يكون في كثافه متوقعة أعلى من غيرها من الأيام بسبب طبعا الامتحانات، ده غير طبعا أن النهاردة نهاية الأسبوع يوم الخميس بتكون الكثافة أعلى من الأيام الباقية. هنكون بنتابع معاك يا ليندا خلال الساعات المتبقية من صباح الخير يا مصر تفاصيل وتحديثات مرورية مختلفة على مدار الساعة من خلال متابعتنا المستمرة. عودة ليك مرة تانية. شكرا مينا. يعني مشاهدينا كان معانا مراسلنا مينا مكرم من شارع الهرم واللي بيشهد دلوقتي كثافة مرورية عالية.